إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحن كسو جرني تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جاني بقال طبان إيا تضبا ونغا بالله يا آيات كنتن إيا شناد من سورة الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى لا جناح وحدا بئا عليهن على النساء النبي النبي قد دمر كي سدوشو ضمأهان في آبائهن في رؤيات آبائهن آبيالكود إني أركان وحدا بيكوكو ضمأهان ولا أبنائهن ويلشو ضمأهن أركان لدن بيدوشو ضمأهان ولا إخوانهن ولا لهد إني أركان وحدا بيدوشو ضمأهان ولا أبناء إخوانهن ويلش ولا رهودا ويلش دلن إري أركاننا دم بدوش وضا معهان ولا أبناء أخواتهن قبلها ولا رهودا ويلش دلن ويلش يسو إري أركاننا وحدا بيدوش وضا معهان ولا نسائهن دمر كودا مسلمات كا أركتدا أركيانا وحدا بيدوش وضا معهان ولا ما ولا رؤية ما شيء أركتريس ندم بما أهان الملكات أي ملك دي أيمانهن مدبيال كودة. واتقين الله الله كبقى إن الله ألا كان ألا وحو هذا على كل شيء وحو البابا شهيدا من أركيا. الله سبحانه وتعالى آيات أنصامر آية الحجاب أي وحو كأمري إني وحويان بطكا وحوي دينيه دمر كالنبي صلى الله عليه وسلم أي كوي ديان من وراء الحجاب وأي سنتوس وجهه وفيق قبلها كلاء مؤمنات كان بريقة أسويه بريقة أي مأمورين تكويهن الله أمري. الله سبحانه وتعالى مرك آيات دان وحنه شيغيه داد أي سنقبله كحجابنين أي آيات دان نهو شيغين قار ان داد كاس كميت آيات دان مولي كوبين داد أي سنقبله كحجابنين. إلى وقل سبحانه لا جناح وحدا بيه عليهن ضمر كي دوشو ضماهان في آبائهن في رؤية آبائهن آبيالكود إني أركان وحدا بيه دوشو ضماهان آبيالكود وأركي كران وكي إجابا ميان قبضة آبهد آباس آبيس وويالكي كي إجابا ميدا قبضة وحجاب لعان أيوسو قلي كرا تاس مركا حجاب لعان تايسن كي إجابانين كدن باب مايان ولا أبنائهن ويلشودن وحويان وحدا بيدوشو داكو معهان وصلا سوك لك حجابا ميدو قبضو ويلكي أي باشي مكا حجابا نيسو حجاب لانو سوكلا ولا إخوانهن ولا رهود أركتدو دن الدن بيدوشو داكو معهان وحوين ويلش الله باشي كو آبية هويا أما كو آباء أما كو هويا صدح دن نعضو ولا لي سوكلا كودن باب الميان كحجاب الشلاء أنت أي كحجاب الديدين مرا كحجاب نيان ولا أبناء إخوانهن ويلش ولا رهودة ويلش أي دلان وأي إددة أطاي قبضة كحجاب ميسو ولا أبناء أخواتهن قبضها ولا رهودة ويلش ودنا كحجاب ميان وقبضها ولا رهودة ويلش أي دلان وأي حبر يراها أويهن دمركو كحجاب ميان ولا شيء كو ابي هيا ويلش اي دشاي ولا شيء كو اباها هاد ميد كاي دشاي اياتي كو هيا داتاي دشاي با ولا نسائهن دمركودنا كحجاب ميان دمركودا waxa la jeeda gabdhaha mu'minaatka gabdhaha mu'minaatka gabdhaha kala mu'minaatka ka xijaab ميان sharci ma aha inay ka xijaabtaan laakiin gabdhaha mu'minaat ba ma banana ayadoo awradeedu muuqato inay u soo gasho gabar kaafirad ah gabdhaha kaafiraadka ee yahuudiyinta waxa weyn nasaarada
ee qeyr kood ah waa xaraan inay gabadha xijaab laan u soo gasho waa inay sida ragga ajnabiga u xijaabta gabdhaha kaafiraadka ah wala ma sheena waxa weeyaan dambi dushooda kuma ahan in malakad ay milkiday aynaanu nabiyalkooda adoomada ay leeyihiin gabdhaha ka xijaabmayaan gabadhu haday adoomaleedahay ama adoomadaas rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen suuq ay tagtay toban wiil ay soo galato adooma ah ayada iska leh maxarimteeda kamidii ka xijaabmayso ila waa xoola iyadu leedahay waa xoola ay leedahay markay rabtay gadane qofkay rabay ku sadaqaysane bay dhimato iyada laga dhaxla waa xooluhedii maxram u yahay marka xataa markay safayda waa wadane asaga maxram noqono maxram kale uma baahna maxarimteedu kamid yahay adoonkeeda ma ka xijaabanaydo waana sida xaafidkuna halkan ku cadeeyay aayadana daahirkeeda ah aaymada kale cilmiga cadeeyeen sida maxamed ibn cali al-kirchi iyo qayb koodba marka aayadan dadka gabadhaysan ka xijaabayn ma wada cadeyn qaari umbay sheegtay oo suuratu nur waxa noogu imaad doona dad kale oo isan gabadhu ka xijaabanayn oo aayada suuratu nur ay ku dari doonto oo waxa kamid ah gabadha ninkeeda waxa weeyaan wiilasha uu dhalay ee islaam kale u dhashay ka xijaabamay ka xijaabamaydo aayada suuratu nur ay noogu imaad doonta wa kadalika gabadhan zawjkeeda zawjkaas aabihiis ka xijaabamay gabadha ninka qaba aabihiis ka xijaabamay ayadana suuratu nur ayay noogu imaad doonta marka dadkaas oo dhan ka xijaabamaydo abti iyo abeer laguma sheegin suuratu nurna laguma sheegin suuraddan suuratu alxisaabna laguma sheegin alcilmigu marka waxa isku khilaafeen ma ka xijaabay mise ka xijaabamay qowlka xoogga badan waa inay ka xijaabanayn waa inaysan ka xijaabanayn saasay culummadu yidhaahdeen laakiin labada aayadoodba laguma sheegin alcilmiga gabal ay yidhaah oogteeda dhigi maydo marka abti joogo iyo marka waxa weyn adeer joogo oo maxaa dhacay ilaa maxarimtii ka mid yihiin maxaa dhacay waxay yidhaahdeen sababta loo diiday Cikrimo iyo Shacbi iyo Aayma badan ay yidhaahdeen waxa weeyaan waxa la ogsoon yahay abti wiilkiisu gabadha waa guursan kara adeerna wiilku dhala gabadha guursan kara marka abti iyo adeer wiilashooday gabadha u tilmaamayaan si ay marka ayaguna waa inaysan arag marka si aysan ugu tilmaamin wiilashooda marka sidaasaa loo diiday sidaasay yidhaahdeen laakiin adigu qowlka cilmiga u badan yihiin waxay tahay inaysan ka xijaabanayn wey inaysan ka xijaabanayn wey واتقين الله الله كبقى إن الله عليه كان وحوى هذا شهيدا مثل عرقا على كل شيء وحوى البضى إن الله عليه إيا وملائكته ملائكتيس يصلون ويصلين أيام على النبي النبي قدوشي سيكو صلين أيام يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا خميين صلوا إذن نكو صليا عليه النبي قدوشي سي وصلموا سلاما تصليما سلامتان ayadan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu sheegay qiimaha uu Nabi Muhammad ilaahay agtiisa kale yahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay asaga Allah iyo malaa'igtiisuba inay nabiga ku salliyaan sallallahu alayhi wa sallam markuu taas noo sheegay waa caalamkii sare Allah ayaa ku sallina malaa'igtiya ku sallinay haddana caalamkii hoose amar la siiyay caalamkii dhulka joogay oo jinnile oo insile intooda mu'miniinta amar la siiyay oo inay ku salliyaan oo markaas ay nabiga dushiisa ku kulanto salaam salligi Allah iyo waxa weyntii malaa'igta iyo mu'miniinta dhulka joogo caalamka sare iyo caalamka hoose dhammaan ay amaantoodu ku wada kulmaan nabiga taas ayaa aayadan cadeynay salliga Allah uu ku salliyo ahad makhluuqiisa kamida sida salliga uu ku sallina Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kii horan soo marnay oo Allah uu ku sallinayo mu'miniinta salligaas macniisu wuxuu yahay Abul Aliya wuxuu yiri salaatullaahi fanaa'uhu alayhi inda almalaa'ika salliga Allah macniisu waxa weeye inuu Alla amaanayo nabiga malaa'igta agtooda haddii la yiraahdo mu'miniintu ku sallinaana waa sidaas oo kale oo Allah ku sallinaaya macnaheedu waxay tahay Allah uu amaanaya qofka uu ku sallinaa wuxuu ku amaanaya inda almalaa'ika macnaheedu waa saas inda almalaa'iku ku amaana malaa'igta ku sallinaydana waxa weeyu yiri waa u duceynaysa oo Ilaahay u weydiinayda inuu ku salliyo Allay u weydiinayda inuu ku salliyo waa u duceynayda macnaheedu waa sidaas Abdullah ibn Abbasna wuxuu yiri yusalluna macnaheedu waxay tahay yubarikuna barakay u duceynayaan waana ku macna Imam al-Bukhari sahihiisa ku wariyay marka hadalkaas waxa weyn Abul Aliya marka waa taas waxay ku noocadaynayda salliga Allah macniisu wuxuu yahay malaa'igta salligada macniisu wuxuu yahay
dadka muuminiinta salligoodana macneedu waxa weeye alle u weydiinayaan nabiga inuu ku salliyo alle ayay u weydiinayaan inuu nabiga ku salliyo ayay alle u weydiinayaan waa duca marka ayagana waa dariiqada madawa dariiqada malaa'ikta oo kale aan hal ilmi kala barana waxay maraan salliga macneedu waxa weeye waa naxariis oo naxariis sadii la ilaabo allah sallallahu alayhi nabiga allah ku salliyo macneedu allah u naxariisto weeye baada allah waa u naxariistay marka waa naxariis ka dheeraada tii hore u naxariistay taasna waxa weeyaan jumhuur al ilmi ayaa mare in raxmad tahay laakin labada qowl waxa xoog badan marka la fiiriyo salliga in lagu fasiro amaan waxana ku tusaya walla isku cadfay quraan أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك من المهتدون سورة البقرة الله وإسكو عطفي صلقي إيا وحوان رحمة دي عدف كنوه الفائرية تغايب تغايب معنى دواء كالدونان وإن معدوف كي معدوف عليه كالدوين ولذا ساترد هدادا كالدوين محاذ لا بهاي آيات اسمها معنى نيدو أولئك قواس عليهم كركو ضوحا هذي صلوات تتران حريسيا إيا ورحمة حريس بالله نحريس يا لا دوشو راهات إيا نحريس معناها سمارك معناها وحوة اللي فهمي كرماها لكن معناها ظاهر كواحد تنيت للدويه أو صلي أنا أمان كفصرته وحوة يان رحمة من رحمة أولئك قواس عليهم كركض وحا هذي صلوات أمان يال إيا ورحمة نحريس ومعنى هذا نغيمة مارك سيدة آيات داسكوعات وحوة يان وإن لو لجيدو صلي أمان إن لو لجيدو معناها سوى إن لغو فصيره إن الله ألا هي وملائكة وملائكتيس يصلون وحي كصلين أيام على النبي النبي كصلين أيام الله وأمانا ملائكتنا وأدعين أيام يا أيها الذين أبدتك آمنوا حقرهم أيانو صلوا إذن كنا كصلية عليه النبي دوشيس وصلموا سلاما تسليما سلاما تام سلاما سلامتنا وحويا وحا أكمت مدى التحياتك مارك وحويا لقجروا لغو السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تاسع كميدا وها كميدا صلقة ومركة تكون صلينا يدو إن السلام قدرت إن تقدرت ولذا سياسة راد إلى وكير إمام النووي رحمه الله سيدا وناك سوينا من حتى كالربيبين ومركة صلينا يدو صلى الله عليه كريا وحبه الآن صلي يوحوك أمغي إيا السلام وها لغارها إن أتراه صلى الله عليه وسلم وسلامتنا تقدر صلى الله مركا سيره وسلم انا كنت وسلامتي مركا صلي سلامته وين اصبر دكتور حافظ خد هذا الكاسن وهو يري هنا ايات انا لقى قاطي هاي الايات لبا شي انا الامري وصلي يا سلام وين هذا لبدي كل ريبين مرك لبدي وين انا كل ريبينو ما بقى الله شيغي عليه السلام هسكبه وسلامتي كلي ابو قابصن اما واحد صلى الله عليه وسلم كلي انا هدين وصلي كلي ابو قابصن لكن لبا الاستبد واحد ترى صلى الله عليه وسلم labadoodi isku da ila labadoodi laga dalbay labadoodi ayaa laga dalbay aayadu markay soo degtay saxaabada nabiga waa weydiyeen sida Ka'ab ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu uu yiri saxaabada nabiga waa weydiyeen waxayna ku yiraahdeen rasuulka ilaahay waa garanay sidan ku salaami lahayn oo attaxiyaatkan ku garanay assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa anagaas garanay ee sidee kuugu salinna مركز النبي براي صلى الله عليه وسلم وغيري قوله وحاطر هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيغة 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 كلمتك والرواية ذاك لدون كسو أرورين فاسع النبي براي صلى الله عليه وسلم qofka marka taas markuu kula saliyo nabiga waa xaqiiqo inuu nabiga ku saliyay amarkii allaana u fuliyay waa xaqiiqo sababtoo ah allaa amray amarkiina nabiga u fasiro u cadeeyay marka salligaas inuu salli sharciye yahay cad wax shubhaan mal laakiin waa inaad ogaato salligaas meesha uu gaar ahaan lagaaga doona waa salaada dhexdeeda markay taay sababtoo ah xadiidka Abu Daawud Tirmidhi waxaan raabaa Abu Daawud Nasa'i أحمد ابن خزيمة ابن حبان حاكم يقيكود أي وريين من حديث أبي مسعود البدري وحي كجري هذلك الصحابة السؤال أي ويديين فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا سينكو قصلنا مركعا صلاة بحرية كجري صلاة بحرية مركعا كجري
marka salaada dhexdeeda ayuu aynoobaya saliga sadan sheegnay oo ibraahimiyada la yiraahdo marka salaada dhexdeeda lagu jiro way marka salaada dhexdeeda lagu jiro waliba meesha ay makaankeeduna waa attahiyadka marka qofku dhameeyo taasna waxa cadeyna xadiiska fudalat ibn ubayd radiyallahu ta'ala an oo nabiga wuxuu arkay nin duceysana salaada dhexdeeda oo Allah amaanay nabigana ku salin markaas nabigu yiri ajila hada kan waa degdeg kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam waa u yeeray ninki ama qofka uu ku yiri idha salla ahadukum qof in kamida marku tukana falyabda bitahmidillah Allah amanti sahabillahu attahiyatku waa Allah amanti azza wa jal wa sanaa alayhi Allah amaanu thumma liyusalli kadibna ha ku salliyo ala nabiga nabiga dushiisa sallallahu alayhi wasallam kadibna waana amar amar kuna wujubu keenaa thumma liyad'u haddu aystu ba'd inta sagada bima sha'a wuxu raba kadib ha ku ducaysto sidaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam hadiiska musnadka iyo abu daawud iyo waxa way qaybkiisba ku sugan iyo tirmidi iyo nasaa'i marka salliga makaankiisa oo salligan aan akhriyo ibraahimiyada makaanka la iskaga doona wa makaankaas oo waxa weeyaan attahiyadka waliba attahiyadka dambe sida imaam shaafi'i uu ku tagay waa inuu rugni min arkaani salaatu kamid yahay salligu qofka aan ku sallina aan salaadiisa aan saxayn imaam shaafi'i misalada sidaas markuu yiri qaar mutaakhirinta malikiyada kamid ah aad u tashmiiciyay oo aad waxay raadeen ijmaac iyo khilaafayo wax qaba lama arko salliya waajiba markii salaada la tukana waxa weyn marka ijmaac iyo qarar iyo qaar ijmaacada soo rabin soo raan isku dayeeno baxaw iyo waxa weeyaan in ninka la yiraahdo sidaas oo kale to in waxay ka soo raabuu Jacfar al-Tabari iyo ragay ka soo raabin al-Qadi Iyad adna ugu tashmiiciyo ugu xumeeyay imaam shaafi'i wuxuu yiraahintaas aad ugu qaldayn inuu yiraahdo salliga waajib ah attahiyad ka dambe ka gabaad laakiin mas'aladaas in xaafid kuna asif fiican halkaan waxa weeyaan uga jawaabay in laakiin kutuba gooniyada waa laga alifay taba gooniya ayaa laga alifay maxamed ibn maxamed ibn maxamed ibn khaybar waxa weeyaan qutbuddin oo ardagii xaafid ibn xajar ahaa waxa weeyaan kitaab dhan ayuuba ka alifay oo ku ridinay al-qadi iyad uguna gargaaray imaam shaafi'i ana kitaab matbuuca asagoo muhaqqaq oo doktor ahmed imaam oo tahqiijiyay oo matbuuca waan ardagii xaafid ibn xajar ardagi xaafid ibn xajar marka aad ayuu ugu gargaaray zahru riyad alle ilaahda kitaabkaas marka aad ugu cadeeyay in mas'alada wajkeeda raajixa uu yahay inay waajib tahay bal uu rugni yahay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam wax ijmaaca oo ka horeeyay shaafici aysan jirin oo uu khilaafay bal imaam ahmed laftirkiisu aakhir hayatii madhabkaas ku tagay oo ah inuu waajib yahay attahiyadka marka la joogo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu ku tagay aakhir hayatii ayba badan oo kale ku tagay isxaaq ibn rahowey uu kamid yahay iyo qaybkooda marka salaada marka lagu jiro waa mararka waxa weeyaan ugu horeeya ee uu waajibka yahay ayay kamid tahay salliga nabigana fadaa'il hada'aad u badan ayaa ku soo arooray oo waxa kamid nabiga sallallahu alayhi wa sallam malakul jibriil inuu ku yiri man salla alayka min ummatika waahida hal mar qofki kugu salliya ummadaada kamid ah sallallahu alayhi 10 salawaat toban goor ilaahay ku salliya toban darajana ilaahay waa dalacsiya marka waxa kamida xadiidka sidaas oo kale to imaamu tirmidi sunankiisa uu ku wariyay min xadiis abdullah ibn mas'ud inu nabigu yiri awla naasi bi yawm alqiyama qofka iigu dhow maalinta qiyaamaha waxa weyn aktaruhum calaya salaata wa dadka iigu salliga badan oo aad iigu salliya marka xadiis aad fara badan salliga nabiga ku soo aroortay waxa soo arooray qofka salliga nabiga badiya ee xataa ducada iska daaya in murugada adduun iyo midda aakhiraba laga kaafinayo marka salligu waa wax weyn weeye qofka qayr badanana ilaahay waafajiyo inuu salliga nabiga fadhiyo sallallahu alayhi wasallam salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hal mar inuu waajib ku yahay qofka waa ijmaac al-qadi iyad iyo qayb kood waa soo naqliyeen ijmaacaas xafidkuna halkan tafsiirku ku sheegay kadib meera kale ma jirtaa qara yiraahdo may hal mar uu cimrigiisa waajib qofka ku ah inta kalena waa sunno laakiin qowlkaas xafid al-xafid ibn kathir wuxuu ku tilmaamay qof gariib inuu yahay macnaha daciif inuu yahay maxaa ila salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam meelo badan uu ku soo arooray awqaad kala duwan uu ku soo arooray qaar waa waajib qaarna waa sunno
فحكمنا ميلها وكوص أروري واجب كنا أي تهاي سيدا بعض أهل العلم يكون تجين وحويا مركز توم مقع النبي محمد عبد مغشو صلى الله عليه وسلم وين أتكوص لده مركز صد مغشو حيال النبي وحكسو كان صلى الله عليه وسلم إنه يري راضي ما أنف رجل وحا سنكي سعره معناه وحا دلوبي رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه قف أكتي صلى يقوش شاقي أو أن يقوص صلين دلي قف كاسو خدعه دلي قف كاس أيو خدعه مركا تاس وحا أهل علمك قبل كاقاتين إني واجب تهي مركز تقو النبي الله شاقه صلى الله عليه وسلم إنه تقوص صليده إن قارنا وحيرا دمية مجلس كيلا فرديو النبي الله شاقه إلا هدي دل أقا النبي الله شاقه صلى الله عليه وسلم دي حديث الأقا واسوقلا هدي تفسير الأقا واسوقلا بلانا الدين هدي الأقا واسوقلا مركا مجلس هل مرة وإنه تقوص صليده تان مركو صليده انت كلي واجب كي واقع دعا ايه قدري الشدي حديث كابي هريرة ترمد اووريي ويري النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترع ما تشيرون ميل بات فريستا ان الله كحس النبي انا كو صلين إلا شنغي تكون نقضامان التقيامة ويكشن لا ينفدق ان إلهي نلغو حس النبي انا لغرا صلين مركا قير ماله فدي ميل فريستي ان إله لغو حس النبي انا لغرا صلين صلى الله عليه وسلم ما ربنا قال مركا سو اروري وها كميدا بعد النداء ادنكم مركو دمادو ان قفكم مركو ادنك اجيبو كغبال او كو صلي النبي صلى الله عليه وسلم قف كانو عاسنا شفاعه النبي قد في واجبته كميدين وها كميدا قفكم مسجد كمركو غلا انو النبي كو صليو مركو كسوبخا انو النبي كو صليو صلى الله عليه وسلم وها كميدا صلاه الجنازه مركا توكدا النبي كو صليدو جنازه وشي اسكفرو حافظ كنا هلكانو كو قولايسي صلاه الجنازه ودان طبعا ما كان ميد لصوره قوي سكيع وحي محمود ان علمي وين او مدته علمي وين وايه لكن علمي او باهن مدته دهر اني برتان وانا علمي مدته غابن كو بركران هلكان ودا لبا سبب بس كو قري حافظ المتكلم صلاه الجنازه ودا مسل لو تكدو وحوان الله اكبر الله باهي وحال اخرين الفاتحه الله اكبر الله باهي ما بيغات كو صلينا صلى الله عليه وسلم صلى الله اكبر يا لبا كره تماها الله اكبر الله ما يكد دعينه بلا واحد لو قال اللهم اغفر له يا الله بس اللهم اغفر له اله قدام بدع ودع وين انت ده تراو الله اكبر الله هاي حد انا ميت كده دعيني دعده ما قد تكبير تعفرات قبال كده السلام عليكم ورحمه الله دين عمدكتا اولاد سو ما جديد مركا لكن دعاله دم بدن او دك ميت كده ما دعين مده مركا الله اكبر يا السلام عليكم حكي ما نهى سنه سنه واحد دعكله ان لدعي دع الله ee kadib assalamu alaykum leeyahay waana intaas marka saaliga nabiga halkaasna waa uu ku jiraa ciidda laftirkeeda waa ku jiraa oo xadiis uu ku aafaro saxaabada ku soo aruuriyay qulubka waxa weeyaan marka ducada oo witirka la duceysto ayadana saxaabada ayay ka sugan tahay oo waa ku jiraa saaliga nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinta jumcada iyo habeenka jumcada aad in loo badiyo saaliga nabiga sallallahu alayhi wasallam shafiiyadu waxay ku daran khadiibka markuu khutbayna aduu san saali nabiga ku darin wax kama jiraan ba way khutbadiisu waa sidaas ay rugnu uga dhigan ba iyagu ala kulli hal salliga nabiga wa in qofku badiyo meelaha gaarka oo uu ku soo aroreyna wa in si gaar ah loo ilaaliyo wa in si gaar ah meelahaasna loo ilaaliyo oo uu qofku u dadaalo mas'alu kana haafil in qatir waxay tahay qof aan ahayn nabi ma lagu salli karaa ala sabili tabciya haday tahay wa ijmaac inay banaan tahay oo nabiga inta ku sallidayna raacsido qolam salli ala muhammadin marka tiraado wa ala alihi وأصحابه وأزواجه وذريته إن قدرته تتكاس قدرة إلي بنانت وأجمعي له قدرته لكن هذا النبي بقصر لين أيجي نتقبل الله ترى صلى الله على فلان هذا الله قصر لين وبنانت ولما لك قبل إرادة وبنانت هاي وحين أدري الشدين صوتي الله بقصر لين وأنا آية قرآن صومر هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله إن قصر لنا ملائكتنا إن قصر لنا إلهي بابا كوصل لي مؤمنين تا ملائكتنا كوصل لي دا وحديك تصلى الله عليه انتهي الشيكته أما هن نورا دا ما حبنت وحويا ميد دا كلاته إلهي انت سورة البقرة دات صوت المامي صفات ونكسن ولير أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دات كاس أمان يال أي ربي حقي سواه إيا النحريس سيدا سوكال النبي إلى وقو كيري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ادعي ان صلاتك سكن لهم عبد الله بن ابي اوفى وهو رسول كهديد سكده وكينان وخذ جرى اللهم صل عليهم ابي هي وكينان مركاسو نبي يقول اللهم صل على ال ابي اوفى
أبي أوفى إيا قرابدي سبا الله كصلي وأنا حديث بخاري إيا مسلم أي وليين جابر إسلامتي سيانا بأوتي من قاسي تري أقول أنا بزوجكي أنا إيا ننكي إنا نقول صلي بالك عربا مركز النبي يقول صل مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك نبي يقول صلي أيها ننكي ديري صلى الله عليك وعلى زوجك ساسو نبي يقول صلى الله عليه وسلم مرك إن قفل غصل لكره سداسة يتوسي لكن جماهير العلم واقف صدين وقا كرهية ويرا قاروة بحران إيرادان قارنة وكرهية إيرادان وحي كرهية ويرادان وحي إلا وقا لغن دليل سوما أروري سدا تن دليل لغو سو أروري وحي إلا كان وحي إيرادان وشعار أهل البدع أهل البدع أنا إنا نسكو أكيسين وانا لك الرياب وحر أهل البدع إلا قفو قادو أنا لسكو أكيسين أهل البدع شعار برأي داسة وحويا كصل ليا وحن نبيات أهين waxaan nabiyalka ahayn ayaga ku saliyo idan waa in laga fogaado oo shicaar laga dhigo mas'ala kale oo muhiim ah ayu xaafid ku keenay mas'aladaas waxay tahay waxa weeyaan in qof gooniya sida Cali ibn Abi Talib oo kale markii la sheegay in la yiraahdo alayhi salaam ama la yiraahdo karama Allahu wajhu waxa weeyaan macnahan macnuhu waa sax oo hadda in Cali la yiraahdo wajhiisa Allah karaameeyo ama la yiraahdo nabadgelyo dushiisa Allah yeelo معنى ها واحد بمين لكن وشعار اوه ويان شيعه ولقى في عين مركة اهل العلمية قبل الفاتحة اليك سيدة ولقى في عين سربطه معنى ها ساق الله اقول صلينا ايوه اما سيئ اللقو سلام ايوه اما كرم الله وجه الولاي اي صحابة لك لو اكولي سمين بل وحا اوغسي اولي سن الشيخان لبدا الشيخ اوغا حق المبضا اولي اوغا كفن لبديه لبدا الشيخ وحا وين ابو بكر يا عمر يا عثمان وليبه markii la sheego Umar ina tirada radiyallahu anhu Abu Bakr markii la sheegana tirada radiyallahu anhu markii la sheego Cali na tirada alayhi salaam karramallahu wajha arintaas waa laga fiicayeen arintaas ma fiicna marka waxa fiican waa xaram lama dhigi karo macni waa sax laakiin waxa fiican inaad iska ilaalido maxay la shicaarkaas waxa weeyaan waa shicaar aan fiicnayn sababtoo ah sababta saxaabadii kale iyo asaga u kala duwaydo macnahaas aan sax ahayn inaad kala duwdo marka waa laga fiican yahay weena iska deeyo innal ladina dadka yuuduna allah dibaya wa rasuuluhu rasuulkiisa dibaya la'anahumullah ilahi wa la'nab ilahi ba la'nabay fi dunyada dunyada dhexdeedu allah ku la'nabay wal aakhirati aakhirati dhexdeedan allah ku la'nabay wa a'adda allahum ilahi wuxuu u diyaariyay adaban adab kaas oo muhiim ah inay isto sharafta ka qaada والذين ضدك يؤذون دبا المؤمنين رجم المؤمنين طاء والمؤمنات كبدها مؤمناتك بغير ما اكتسبوا وحي شقيستين وحن اهين كدبا فقد احتملوا ويحن بارتين الدوشي سارتين بهتانا بان ابوه ايا واثم دنبي دنبي غاس مبينا عد الله سبحانه وتعالى لبضان آيضاتنا وقلقوا قدنا ضدك الله دبا رسولك دبا مؤمنين تقريبا بدكاس إلهي يقول دينا سبحانه وتعالى لبداً آيضاً مركا الله ببديسو محايته الله ببديسو محايته تاسال له المري يا رسولك ببديسو إن الذين بدك يودون الله ببا ورسوله رسولك سبتك ببا لعنهم الله إلهي باللعنة محريست كفوقه في الدنيا والآخرة الدون كان محريست الله كفوقه آخرانا وكفوقه وعد الله إلى وحود دياري عذاباً عذاب عذاب كاسم مهين الإهانة يسته قال الإمام البغوي رحمه الله في معالم التنزيل الإمام البغوي وحيري معالم التنزيل قال ابن عباس عبد الله بن عباس وحيري هم اليهود والنصارى تدك الله لبا رسولك لبا تدك سوى يهود والنصارى ومشركين وصيو لبا أيها أقوه الرأي تدك الله رسول لبا وقال يهود وحي رهدين عزير ابن الله عزير وإن إله فيري الله وحد عليه معنى وإن إله معلبه كل بعض يهود سدعى سيقول لبين الله وحي رهدين يد الله مغلولة الله وفقير وحن الله وبخيل أي رهدين يد الله مغلولة يعني تعالى وامد الحرين معنى وبخيل تاسي رهدين وحي رهدين إن الله فقير الله وفقير أي رهدين مركا معلبها كل بعد يهود سداس ويسدى الله النبيين نصارى معلبها كل بعد يجنا مسيحيين ت مسيحيين توحي رهدين المسيح ابن الله ما
نمكا كريشتانكا اي مسيحيين تسكو مغعابا وحاوين وحيرادين المسيح ابن الله نبي عيسى وإن إله نمان كاس وين نمان كالله دبي ونمان كنو عاصة وحيرادين ثالث ثلاثة نبي عيسى سدح إله متكم بدايهاي مشركين تن على وقود على أيها وين واحد دبع الله وحيرادين الملائكة بنات الله ملائكته وقبله الله دلي والأصنام شركاؤه سنم يالكم إلهي إلى دلليه marka kuwaasna ayagana waa kuwa Allaah dhibay kamid yihiin waxa kamid sidaasna hadiis saabit ka aya cabayna hadiiska bukhari uu kamid yahay qofka Allaah subhanahu wa ta'ala walad um nisbay in Allaah dhibay hadiis sahih ay ku sugnane idan marka id kasto ilaahay um nisbayda walad inay Allaah dhibtay oo aayada waxay soo galay ugu horeeyay sida hadda qoloyinkaas aan sheegney ee yahuuda nasaarada mushrikiinta inay ugu horeeyaan hadiis qudsiga cabayna إمام البخاري وصحيح سكوري وليه هاي حديث كاس الله سبحانه وتعالى وحديث القدسي شتمني عبدي الدوم كي وعي الدوم كي وعي يقول اتخذ الله ولدا الله عبور سميست إليه ساسع وعي مركز ألي وأنا الأحد الصمد أنا أقول مد أنا هاي سيد كلو قصد باهد الله شيطان هاي لم أليد وحمد علي ولم أولاد ليمان علي ولم يكن لي ولم يكن لي كفوا احد طفنا ايما بكنو ايما كانك ايما الشبو marka حديث كاس وخو عبينا معناها عبد الله بن عباس كفسر انه ايته معناه دي هي حقا اون شكل هاي او كو كاين كو الله دبا واخا وين كو اصل صوت المامي يا عبدي واخا سو كلا كو هذا شا واخا كميد ا بادك سو غليا ايتان ان على قبيالكا بادك وقتك عايه اه بادك وقتك عايه زمنك عايه ايا كاميدا تاسنا حديث البخاري ايا عدينا نبينا سبحان صلى الله عليه وسلم اله وحده الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم ان ادانا يدبا بنو ادانا رو يدبا يصب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار وحوين وقتي عيا قالها وحا لو يقين مركا دباته كو دحد وقتي او تيري جيري وقتي او تيري جيري سدا بدبدنا الصوماليين أبارة بأمر كاسلين بير تحهم أربعة دي أكو فريستي لذلك أربعة دي سنة أربعة أكو فريستي وبلا باب إيدي بير حماقي إلي مركا إناد وقت حمان تلور نسبيا وطاقن كي قالة الدوريين تلي دهدو وانا طاقن أكو قطرع وانا إلهي قف إنو لبا إسكو وحوويان إسكو تلمامي وي مركا سيداس وي كواسا سوب جلي كوا آيات دان لوغو قودي وحا سوب جلي oo lagu fasiray dadka wax sawira dadka fotooyinka dadkale dadka wax sawira dadka moobilada dadka ku sawira dadka sawira kuwaas way ku wan macallaqabayaalka dadka waa dadkaas waa dadka wax sawira moobilada ku sawira fotooyinka u furtay ku shaqaysana aan ku shaqaysan iskaga raaxaysana iska sawira macna laan waa kuwa dadka macallaqabayaalka aan adilada tu sayd hadithka bukhari muslima kamid ah الله سبحانه وتعالى هو الحديث القدسي أصلنا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الله وحده سبحانه يا كجرد ربضا قف دقاقي او يري وحبان ابو راسد الله كري ها الا ابيك مركز وحصوينا يضو وحالا قف كان الله ابو ري مقال في سوكال النصو سارة ساسو يوركاو مركز يا كظلم بضا فليخلق ذر بل دور عصا ابو رينا الهي او ليخلق حب اما مرح ابو رينش شعير ها ابو رين marka kuwaas ka mid ah dadka malcuuninta ah kuwaas ayaa ka mid ah on dib ayaga waxay hayaan erag oo mobile taqaad iska sawira dad tir sawna jeedid marka waa dadka noocaas dadka malcuuninta aan cala qabayaalka waxa ka mid ah dadka awliyada ilaahay dhiba dadka oo soo galaya kuwa la dagaalamayo ee ilaahay dhiba oo xadiis qudsi ee bukhari uu wariyay nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qala allah ta'ala alla yiri man aadaa li wariyan qofka aniga wali aan leeyahay la qolaytama faqad aadantu bil harbi aniga na dagaal aad u ilaan shay dagaal aad u ilaan shay sidaasu allah subhanahu wa ta'ala marka dhamaan waxa soo galaya dadka allah dhiba waxa weeyaan dadka awaamirta ilaahay ku tunta oo wixii allah amray iyagoo og ku tumanayo sameeyneen wixii allah ka reebay oo macaasida ahana waxa weeyaan sameynaya oo sidaas iska daaimaya dadka noocaas weeye kuwa allah iyo rasuul ba dhibay
marka rasuulka dhibay abdullah ibn abbas waxa kamid uu yiri dadkii dhaawacay oo haddii intuu noolaaba wax yeelay waxa kamid dadka rasuulka caaya ama shaaciir yiri ama sixoola yiri ama majnuun yiri waxa kamid qof kasta oo nabiga waxa weeyeen ku umisbeeya waxaan u munaasib ahayn shariicadiisa ku wala dagaalamaya ayaa kamid ah dad qof kasta oo nabiga wax ka sheega ayaa koobka oo soo galaya kuwaas soo galaya marka waxa soo galaya qof kasta oo wax weyn nabiga u nisbeeya waxaan munaasib u ahayn marka aayada sare intaas yarta ayaan uga gudbanayn aan uga gudbayna waxa la macnaheedu laakiin aad u weyn yahay qala ta'ala ila wuxuu yiri walladina badka yuuduna diba almu'minina raka mu'mininta walmu'minati qadaha mu'minatka bighayri maktasabu wixii ay shaqaysteen waxaan ahayna ku dhiba فقد احتملوا بدكاس وحي حنبار سدين الدرشة صارتين بوهتانا بين أبور إيا وإثم دنبي دنبي دقائس ومبينا عب وعب إن آيات دانا حافظ من كثيروه يري محال يريد إذا ضدك رقا مؤمنين تاقبا إيا قبلها مؤمنات كعب وغيري ينسبون إليهم ما هم برعاء منه لم يعملوه ولم يفعلوه وضدك كن أنسبا إيا ضدك مؤمنين تاقب oo ku tilmaama wax ay bari ka yihiin u fiirso bal inaad ka mid tahay in kale adu bal inaad ka mid tahay in kale ka fiirso qof muumin ah qofkii ku tilmaama wax uu bari ka yahay oo uusan samayn qofkaas weeye qofka muuminiinta dhibay ilaahayna uu leeyahay waxay dusha saarteen waxa weeyaan wax weyn oo been abuur been abuur iyo dambi cad ay dusha saarteen dadku waa la leeyahay dadka qof kasta وقف مؤمن أكون النسبية كشيغة كتل ماما وحوصان سمين أو بريء كيهي بريء كيهي فقد احتمل بوتانا وإثما مبينا وقال وهذا هو البهت البين كاسا لرضا بين أبور عب أن يحكى وإن لغا حكى يوضو أو ينقل أما لغا سوكوريو عن المؤمنين رقم مؤمنين تا والمؤمنات قدها مؤمنات كا ما لم يفعله وحيسا سمين سايسا اللي رهدا أيضا تتكال الله كوك واساكا على سبيل العيب والتناقص لهم نحن لو يقول شيء الله قد بيان أبورنا واساس هبل هبل واساس هبل ساسو يرهدا هبل ساسو عقيدة سيئة هو أقول ليته وأقول شرطة بدا وكو خلاف كدحي أما خلاف سياسي كدحي أما خلاف ديني كدحي مركاسا انتا الله كأبسك حق الله دكتو أميد والباوح أتفحيدنا ميد كان كريسيد وداقت وصار له واحد مدى إلا يدي آقرة والله إن كده معنات قادة آقرة مجرته إسكاد إعنكا ساعت المدى مركاسا بين أبور قف والبابا انتو نسبيه كرا قف كان صاحبه ووصار كرتا أما بيجي ساتكو على شكرتا أما إردجي ساتكو على شكرتا أما تاغير يالد وقوي كرتا انتاسو شغاكا ديغانا بدون وحوين خوف ولا خجل مرنا واحد مدعيني سان قلبي سكوسو دحين إله مركا اللي قهرب جاي أدو قاوانا عقاعات محاك المدهة الوجه وابد دونها إني سان قلبي سكوشي لنا دونها سو ما تشيديد بين أبور كاسو سارا واح الله بحيون قلي ساري كار وانا حاران إد كستوت كهاب الله يدو إنا دو واحد بيراد أبو درت وإذا قلتم فعدلو خيرا الله أمر كيس وإذا قلتم مركا الهاب ليدان فعدلو قالت كهاد ليدا حرام ويوحو صنعين أتكشفت وإنتي وهاين أتكشفت ولا يجرمنكم شرعان قوم على ألا تعدلوا حي كهاد ليدا أيضا ومسلمي كهاد ليسا دوما ليسا قالت كهاد ليدا قالت أدي دي نبي محمد حرام كهاد ليدا كوة سالليا عجلك هكت تقنين كوة سالليا عجلك هكت تقنين ولا يجرمنكم شرعان قوم يا أنصدوكم yaysan in ku xambaarin qolo arada aad u xareysan tihiin oo maxay ugu xareysan tihiin inay idin dayden baydki alle an taatadu inaad xad gudubtaan yeen ku xambaarin fiis gaalada idin diiday xaramka ee mushrikiinta ha ku xad gudbinin ka hadlayda marka la macaamilayda marnaba xad gudubin ku xambaarin ka waran muslimiinta ya hadaad ka hadlayda gaal kama been sheegi kartid waxna kuma dali kartid xaqiiqada jirtaan ka hadal hadaad ka hadlayda mubtadi kana been sheegi kartaa inta uu yahay oo xaqiiqada aad ka sheegi kartaa haday sharci noqoto in laga sheego dariiq sharci yahay hadaad ka hadlayo faasid kana been sheegi kartaa hadaad ka hadlayo muumin taqi ah kana been sheegi kartaa marna beentu waa xaraam inta ay tahay wayna ku gaabida xaqiiqada dhabta ah waa ka hadasha
ما هو حنا نروح كوكا سكنا وحكوكا سنا وحس دين العوي فاس قال أنا بس أودي فاس ماذا مو مسمية حتى رقم كار وحلا قاربا ولا يجرمنكم شنآن قوم وحوين قوم على عدو على سنتين كحبا أن تعتدوا ومعدو عليكم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا فيري ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا فيري قرا اراد ادو خريسنت يين كو خامباد ما عجل كتقتان عجل سميه هو اقرب للتقوى ايضا على كعبسي اود مركز تئنات الله او عصتوي قولك اتقوا الله لكن بين وحا ويان ان حتى اي دعدو الهي اولياديسه وحا ويان كو خواص المسلمين تاع اي الهي او غدو ان ادو كدبي يا بين يا افتراء يا وحا الله وحا سوق او صار كتكشقيدو وحا ويان وحا حقيقه تهي ان ادان اسغو خدي بكري لكن ادو ادبلاي خامباسيد فاسوي حقيقة سيداسوي حقيقة مركا كونه واحد سوق جليه وضدك مؤمنين تعبوا وقالوا يجا وهري لا يجا حساب تن آخر لهين سيحافظ بقولي ومن أكثر من يدخل في الوعيد في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله يجا وهري حلا يجو واحد ويان وحس إلى ريا معه يا ترى توك حجة ثم رافضة رافضة كحفة لمن كان شيعه كمذا رافضا هو صحيح الذين ينتقصون الصحابه ويعيبونهم بما قد برئهم الله منه والهي كبر يلي اي صحابه كعايين او كنقصانين وهي كتلماميان وهي الله كتلمامي وحنا هين الله و هو كتلمامي انو رالي كنقدي انصار المهاجرين ايغونه وهي كتلمامي اني غاليين فير ابو بكر اللعنديان او الله و دوانيان لعنديس عمر اللعنديان كواسا ugu horeeyo kuwa ayada soo galiyay kuwaasa ugu horeeyo dadka ayada soo galiyay waxa weeyeen marka kuwa nuucaasa oo raafidada qaar kamidana gaalnimadooda hata adna shaki kuma jiro bal al ilm ijmaaci ku soo naqliyeen oo yaa kamid ah qofka hal qof oo horta saxaabiya caaya qof hal qof oo saxaabiya qofka caaya waa mubtadi fasiqa bi ijmaaci muslimiin mulla al qariya sarara مبتدعوي بإجماع المسلمين هل السحابي قفك عاي محاسو هاري كوي له هذا الصحابة من ويقالوبين بعد النبي أما إن يرو هبلي هبلي ما انتك لو ويقالوبين أيها أنا ما الله قال لك لما تشفتيني قاليهم وحشك يا رمك تدك يرى هذا الصحابة من ويقالوبين حايا لمعنيه دمتقع إقدار شريعة لوريتي ذا شريعة ما انتعان هاي صنوات ما ان وبادل كدراني سببتو شريعة أنك نبي ميان أرق تابع إياكم يا نبي أركين ما أركين يا شريعه كسو قاده النبي صحابه اذا مركي نيمان كان رافضه اي صحابه غاليسينيان وخا لو ديي دملي وان دينتا سان فدا ميشا لغا صار سوتا ميا لوو كلسونا كار دين ددك سوور هر اي غالي ميا لوو كلسونا كار مركي يراهدان وا غالو اي لوو قنخو وخا كخيغا وخا تي قران النبي لوو سو دجي وا مقاي وانا يراهدان ساس يراهدان وا مقاي يهي قران النبي لوو سو دجي ايغااسنا كفروي سيدي يري ال ان وخا وين ال امام تقي الدين ابو العباس صار مسلوب كفروا القران كيا وحكم قين دكل القران النبي لو سو ديبي كو ولا عليا وحوي الهه وكفر ان شك ير لهن عليا الهه كو ولا هيا وحويان علي اله ما لكن هو رسول او وحا وحي لا قلدمي ملك جبريل علي وجي يا ليري مركاسو النبي محمد لا اده وكفر قفكه كو شك انا وقال كلمه قفكه كو شك يا معايا النبي حنا ما حيوي معنيه علي يا نبي marka kuwa soo waaka fara kale en kuwa saxaabada gabalka mid caaya caayidaas ay ku caayeen en cadaaladooda dhaawacay waxan cadaaladooda dhaawacayna ku caayeen cadaaladda saxaabada waxan dhaawacay diintooda waxa sheegmaya fulayale hayrinay fulinimada musaa waa arin dabiici moqti qofkaas waa faasiq laakin gaal dhima kaas waa faasiq waa in la ciqaab adag oo qofka suuba haysta awood haysta ma aan adiga shakhsiga inaad garaacdo qofka suldaha ista ee awood maamul leh waxa weyn waa inuu qofkaas ciqaabo laakin gal weey lama dhahay maadaama uu san diintoodu wax ka sheegay wuxuu leeyahay fulayaal ahayn uu leeyahay waa marka faasiq mubtadi awl waa in la ciqaabo ala kulli hal kuwaasa ugu horeeya kuwa soo galaya aan qof kasta oo marka waxa soo galaya oo dhibaato u geysta qof muumin ah oo ku eedeeya wax u barikay wax u barikay waxa soo galaya sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka masajidka soo galay afkoodu uray basaru saacunay iirin on bislaim hatta bisishay dama urto markaas waa dhibaya malaa'iktu dhiba mu'minintu dhiba waa basashoodu iyo tonk ka waran kan sigaarka soo cabay
ee sagaalad aan la tuko way alxamdulillaah ilaahay baa hadda nooga raaxiyay ilaahay ku mahadsan ma garatay waqtiyal badan aan salaad tuko way jiray salaada subax taxalay ku cashay oo la sixday oo salaada subax safka soo galay wallaah markaas kugu xigsana ka war marka isla rukucdaan kugu neefsana waa inaad marka mararka gabal waxay tantu ku waxan baare marka rukucayna iska tagnaad xaylaha dilaayadan lama joogo wadnaha ku go'ay wadnaha ku go'ay waana xaraan waxa weyn dadka muucaas inay masaajid ilaahay soo galaan ilaahay uga cabsadeen dadka sigaar ka cuna dadka jaad ka cuna guryahooda ku tukadeen hadaysan iska deyn xaraanta dadka malaa'igta ku dhibtoonayda muuminiinta dhamaa ku dhibtoonaya dadkaas waxay dusha saaranaya dambi weyn war qof sigaar cabow ilaahay uga cabsay soo galin bayd ilaahay ha soo gali toobad keeno ka haddaan yeelayn lala dambi haysku xambaarsan hadda sigaar cabta waa dambi wada haddaad masjidka soo gashana waa dambi laba dhammaan inta muumin kugu dhibtoonayda waa dambi labaad marka dadka nuucaasa ilaahay inuga cabsadaan wey oo ay ka daayeen ay ka daayeen ilaa wuxuu yihi subxaana faqad ixtamalu dadkaas waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuur iyo wa ithman mubiina marka been abuurka waxa weeyaan waa qofku wuxuusan ahayn oo laga sheego nabigaana sidaas u cadeeyey salallahu calayhi wasalam taasna waxaa kutusay xadiiska abu hurayra ee tirmidi iyo qaybkiis ba ay soo saareen waxa weeyaan rasuulka la weydiiyo la yidhi mal qiiba riibada xanta maxay tahay xan ilaaha xarimay waa maxay xan nabiga markaasuu yidhi salallahu calayhi wasalam dikruka akhaaka bima yakra xan waxaa la yidhaahdaa inaad qof walaalkaa ka sheegto wax uu dhibsanayo saasaa xan la yidhaha sida xaaraanta waa sidaas qof walaalkaa oo muslim ah macnaha walaalka muslimnimad yaa loola jeedaa wax uu dhibsanaya inaad ka sheegto markaas ayaa rasuulka la weydiiyo waxaa la yidhi afara'ayta in kaana fii akhii ma aquulu ka waran walaalkay waxa aan ka sheegaya hadduu ku sugan yihi oona ka been sheegay nabiga salallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in kaana fiihi ma taquulu faqad iqtabta waxamatay xan saasaa baa la yidhaha waxaa ku sugan markaad ka sheegtaaba xanaba fiiri waa wax ku sugan markaasaa xanti xaaraantahayda wa in lam yakun fiihi maa taquulu faqad dahabta waxaad ka sheegayda haddaysan ku suganna been abuura la yidhaha kasii daran been abuura la yidhahda marka labaduba waa xaaraan taasaana sii daran been abuurka ah yaa ayuha annabiyu nabigaanow qul waxaad ku tidhaa liaswaajika zawjooyinkaaga wa banaatika gabdhaha aad dhashay wa nisaa'i lmu'miniina iyo dumarka mu'miniinta ah dhan wa nisaa'i lmu'miniina iyo dumarka mu'miniinta ah yudniina ha ku raariciyeen calayhinna korkooda min jalaabiibihina jalbaabyaalkooda daalika raari intaas ee adnaa u dhowaansho badan an yucrafna in la garto falaa yu'dayna oo aan la dhibin wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday ghafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan lain lam yantahi lmunaafiquuna uurka gaalladu haddaysan ka joogin iyo walladiina dadka fii quluubihim qalbiyaalkooda maradun cudurku uu ahaaday iyo walmurjifuuna dadka cabsi gelina fii lmadiinati magaalada madiina lanuqriyannaka waan kugu diraynaa nabi muxamedow bihim munaafiqiintaasaan kugu diraynaa uma laa yujaawiruunaka kadibna kula darsi maayaan fiiha madiina dhexdeeda kula darsi maayaan ilaa qaliilan in yar maahane malcuuniina xaale ay yihiin kuwa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaysan kula darsayn aynamaa thuqifuu mal alla meeshii laga helo ukhiduu ha la qabto wa qutiluu ha la dilo taqtiilan dilitaan sunnat allah sanna allahu dalika arrintaas allaa jideeyey sunnat allahi ilaahay jidayntiisa fi ladiina kuwii dhexdooda ku jideeyey khalaw tageen min qablu hadda ka hor walan tajida u heli maydid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilan bedelitaan allah subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu la hadlayaa nabigiisa salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuuna yidhi waxaad amartaa zawjaadkaaga gabdhaha aad dhashay gaar ahaan guud ahaanna gabdhaha mu'minaadka dhammaantood waxaad amartaa inay korkooda ku raariciyaan jalaabiibta jalbaabka waxaa la yidhaahdaa gabadha markay dirac qaadato ama saako midaad rabto dhehe marada saas loo gashadaa dir carabiga lagu yidhaahdaa markay saakadii gashato hagoogtii qimaarkiina ay xirato marada ka korreyday korka saartaa la yidhahdaa maradaasaa la yidhahdaa maradaas korkooda ha ku raariciyeen sidaas dheh sidaas dheh saasaa ilaahay subxaanahu watacaala ku yidhi maradaasa marka gabar kasta oo mu'minaad ah oo ilaahay rumayday waajib ku ah gabadhii markay saakadii gashato qimaarkiina xiratoy madaxii daboolato waxaa waajib ku ah inay maro kaloo ka korraydanta madaxa soo saarto ay hoos u soo daydo
oo maradaas maradaas sidee rabta u tolnaato nuuc gooni oo loo talee ma jiro nuuc gooni oo sharci u leeyahay nuucaas loo tolo ma jiro kaliya waxa la rabaa shuruudi sharci ah in ay leedahay marad shuruudaas waxa ugu horeey waxa ay gabadha jirkeedo dhan marad inay qarido ila cadkeed cad hata ah waa inay qarido waa waajib shardiga labaadna waxa shardi ah inaysan jirka ku dhaganaan marad maradi haday waxa weeyaan jirkii ku dhagantahay waxa weeyaan xijaab ma aha sababtoo ah jirku waa wixii la qarinayo maradi haday adag tahay midale oo ay tahay jeemis oo kaleeto oo waxa weeyaan ay gabadhii marka mara adag iska qaadato laakiin ku dhagan oo xibnihii gabadha xibin ay u muuqanayo haday wixii la asturayay waa muuqdaan waa xaraam marka waxa kale oo shardi ah marada inaysan qafiif ahayn oo qofka marada ka shishay uusan ka afi karin gabadha jirkeedii marka waxa shardiya gabadhii inaysan waxa weeyaan maradu mara rag aysan qaabka rag u xirtaan u xira haddii shuruuddii leela marka khalas qaabkay rabaha u tolato waxa shardiyahan in jirkoo dhan inay qarido haddii jirkii qayb ka mid uu muuqdo gabadhii ma astuqna xataa cageeda atay muuqda way cageeda qarsata gabadhii haa jirkii oo dhan ay qarsato waxa la rabaa maradii inaysan ahayn mara jilicsan dahbay jilicsanto indhihii ay ka sheeka arkayaan waa eberwe maradaas ma ahan jilbaab ilaahayna ma ahan intaas ilaa ujeedadu waxay gabadha jirkeeda in la asturo tanana ma asturayda quruxay u sii siyaadin waa xaraam marka waxaa shardiya inay adag tahay waxaa shardiya ha adkaatay inaysan jirka ku dheganay hadday jirka ku dhegan tahay xadiis saabida ay leedahay xaraam weyn mana xijaabna ma marka kuwa ugu sii liita waxa weyn laba qolaba way ka suurtowdaa qolooyinka goonooyinka talyaaniga qaar ama goonooyinka waxaan ula jeedaa gaalada macnaha haddii moogtay gabar talyaaniga iyo gabar muminadu isku goonno ma ahan soo ma ogid isku goonno ma aha ilaa isku diin ma ahan marka gabar oo beena diinkeeda wax u tolataa soo ma aha marka waxa weyn gabadhi maradi waa mara adag weera jeemis oo kaleba goonnadii laakiin jirkii ku dhaganta soo ma jeedi xaraam wey marka taas xijaab ma aha xijaab ma aha waxaa la rabaa jirka inay maradu ka fuqso oo jirka ka duugsanta jirkiina aan laga arkayn mara gooni oo muxuu kale tama khalaas soo ma jeedid waxaa haddee hadday iba gaarto inay surwaal isku jiido taas marka haddee halaaga halaag maba dhimana taas soo ma jeedid sababtoo ah laba markaas balaayaba waa jirtaa laba balaayaba markaas waa jirtaa marka koowaad surwaal haddii jirkuba ku dhagan soo ma jirkuba ku dhagan tan labaadna waa tashabbu birrijaal nabigu waa lacnaday taas lacana rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam almar'ata talbasu libsata rajul nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu lacnaday oo yidhi nacaladuha ku dhacdo gabadha dharka u xirata sida rag u xirtaan nacaladuha ku dhacdo gabadhaas gabadha dharka u xirata sida ay u xirtaan raggu ninka dharka u xirta sida dumarkana nacaladuha ku dhacdo ilaahay baa ku mahadsan waddankan waqti ayay gabdhaha surweelkale waxay ahaayeen gabdhaha aktarkoodaga amase ay ugu badnaayeen soo ma jeedin mara ilaahay suuriye oon gabar surweelle soomaaliya qofka keeni kara jirin soo ma laakiin hadda dib ay uga soo noolaatay muqdisho soo ma oo iyagoo surweelle wakhaasatan kuwa ciidanka iyagoo surweelaha laatay soo ma marka waa nacla qabayaal gabdhahaas gabdhahaas waa gabdha nacla qabayaala waxaana way waana halaag waana arrin khatar ah waana qof kasta oo ilaahay rumaysan wax uu ka qiiroodo waa arrin halaag marka arrintaas waa in qof kasta muumina ka digtoonaado qaar oo waxa weeyaan ayagu diin la dagaalamay ka tahay laakiin aysan faham diineed ka ahayn waxay yidhaahdeen maadaama gabadha la yidhi iyo aysan sida ragga dharka u qaadan jalbaabka gabdhuhu marada ay ka toshaan ragguna saraawiiday ka toshaan isku mara ma aha kuwaas nabi maxamed ay naga daweeyey sallallahu calayhi wasallam cudurkooda sababtoo ah nabigu wuxuu yidhi nacaladuha ku dhacdo dadka isku qaad u xirta marada yidhi marada dunteeda lama kala laha lacana rasuulullahi sallallahu calayhi wasallam arrajul yalbasu libsa libsa waa maxay masdarul hay'a la yidhahda qaabka nuuca ay u xirato gabadha ninka u xirta nacaladuha ku dhacdo gabadha u xirata nuuca ragga u xirtana nacaladuha ku dhacdo hadday qamiis ka wada dhigtaan waa nacla soo ma jeedi ninku hadduu sida jalbaabka u toosho waa nacla qaba soo ma gabadhuna sidaa surwaalkeeda u tolato waa nacla qaba laakiin qof walba gooni hadu u toosho shaqa iskuma laha markaas marada dunteeda lama kala laha marka dunta marada lama kala laha idan marka waxa nacladdu ay kula dhacaydaa waa inay isku ekaada haddii nin ka soo tosho sarwaal gabarna ay jalbaab ka tolato ma isku egihi hadda waxa laga hadlaya isku ekaanshay hadoo la diiday idan marka waxa weeyaan hadalkaasu maxal male maxal male kaas un cadaawad diineed kaliya waayo marka cala kulli xaal insha allahu xijaabka faahfaahintiisa waxa weyaan suuratu nuuru noogu imaan doontaa markaasaana insha allahu wax ka sheegi doonaa laakiin intaanu baraarujinay naga ehed
يا أيها النبي النبي قل وحد كترى لأزواجك الزوجين كيغا وبناتك قبضها آت الشيء والنساء المؤمنين إيا قبضها مؤمنين طردن تاسمع يا قطوصة في النبي سيد قورية إيه لدي سي الله عمر سيد قلنا مؤمنين تا مركا ننكستا وحواجب كو السيقارة إنو قرية أفيريو او حجابك إيا كالبابك قبديس حاسكيس ولاشيس وسيد قورية أفيريو قودهان مؤمنين قبضها مؤمنات كانوا الأمر مركا لبن مسؤولية دا كسارا وين الدرينتا يدنينا وخبر بمعنى الأمر وحويان خبر وحويان خبرية لفظا طلبية معنى حق اللفظ وخبر وجملة خبرية وحويان حق معناها وأمر يدنينا هكرا رئيين عليهن كركودة من جلابيبهن جلبابيال كودة هكرا رئيين ذلك هكالو إشارة أي الإدناء رارئنت رارئنت أدنى أدوان شبالا أن يعرفنا قبضها سئن لقرته أنهن حرائر عفيفات إنيهن قبضها حرأة أو طورسام سيداس أياؤد دوان شبران سيداس أياؤد دوان شبران إن قبضو تيركي ذا مرادة قرار إيدو أو تيركو تنكو قريدانا واسيري صحابة أيو فهمين أو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن سيداس أياؤلو قوريي أو وحوري قبضها مؤمناتكا وها الله أمره وحي تاي قبضو مركي قولي إذا كبحيضو أو أي باهي وبحيضو ما إستبحي كبتا قبضو هران بسي أغان آيات قرآن بسي أغان وقرنا في بيوتكن إني قبضو إني قبض أن يقضين وجوههن حتى وجيالكو إني الضبولان أو أي كالضبولان من فوق رؤوسهن ماذا حككو بالجلابي بالجلباب يالنا أيكو الضبولان جلباب يالنا أيكو الضبولان مركا ونوعاس نوع اللي قدونا قبضها مؤمناتك ذلك أبنى أن يعرفنا محال لولاك فلا يدين حافظ كثير وغيري إذا فعلنا ذلك قبلوها تيسير أسأل عن رئيس سميان أو أي كلبابك مرحة ككر كسو دايان أو أي سيد أسكوك الضبولان عرفنا وحالا قرانا أنهن حرائر قبل حرائرين ليس بإماء ولا عواهر إني سن أبضوهم ما هين زانيقات ما هين أبو قرانا إذن كلبابك محلو علامته يهي قبلنا أنه إني تاي قبر باورسان أو عفيفات أو إنزانيقات أهين أي علامته يهي لأنك ظاهر كاسا ملكو أبضوهم سنة صلما سيدا سوهي لكن هذي قاونتهي قير ملك وإنزانيقات أدو إسكما ديك اللفظة سواح فضوط ما لكن قير ملك علامات في عنونا كمان موقف تساسا الله بعدين قير ماله علامات ديننا كمان موقف تو معصي يدم بيا كمان موقف يعني قبر إلهي عاصيتها كمان موقف لكن وإزانيقات هاي سكوب بيهن قبر أبانا دو زينو كوه وين حتى يزين حتى إجاب وذن أثاسوا وين يدم بيا دين كان راعين آيات قرآن كدقي دي لكن واحد تاني معنية قبر إلهي عاصيتها إني طار قبر إلهي عاصيتها إني طار وي إذ كستاء ولاية هاي ستاء أمام مسوريتنا واجب يكوتها إني قبلها أمران حجاب كشرعيقة قونانتاً أي لدك الله ما هاي لوا منكر قونانتو حجاب كنا هو معروف مارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنا من أسباب التمكين أي كمتر أسبابها كينا هي بات كفرين هي إن إلهي وضن كتعانت أبريد أي كمتر مارك إدك استيب مسوريا لهي ساتا سيدا سواجب يكوت أن يعرف رين لقرتو قبضها سو قبضها حرأة هي طورساني ليه ساسا ولو فلا يؤذين آن لدبين آن لدبين حالو رجي ده aan waxa jiray jiray waqtiga madiina dad fasiqiin oo madiina jooga gabdhaha marka habeenkii markay baxaan habeenkii marmar danahooda u bixi jireen marka gabdhaha ayay dariiqo u istaagayaan dariiqo ayay u istaagayaan hadii ay arkaan gabadha inay jalbaab wadato waa ka leexanayaan ku dhicmayaan fiir waa ka leexanayaan hadii arkaan inay san jalbaab wadana waa ku boodaay waxa moqtay maradaan waa dhawsanaan في حافظ الكثير وقصده وقودك سوما جيد حد فيري هل كاس قبر الكلباب شرعية وضطاها بين مرتو موريان كنت عندي سلاء أدمى واتشاحنا لما أداي أفكا إنو كعي واد عذا بلاي ويراد لكن مدى أيضا إنو كعندي سلاء أدمى يا لكن هاي قبق إن هدى سوق على الطيب ميد يرى وحويان ميد يرى قار كوراي سوق على فيري قار يرى هوري مكاسا يلوغي وحويان لاشن شدي موقتا هاي قبقين معناها هاي مودين قبر ودادة اقعنا إلى سؤال صوما فاسقين تلوك عن هاتنا صوما يا هاي قبقين فاسقين تي ايا قعنت اللو هاتنا ولا ليه هاي قبقين ماركا كاس دي ايته هرو وحاوي ناسيقو طفتا كودو جانا لار كيدا ماركا وانو عاس وحاوي ان قرآن كماركو سود دقا إساس ايه وحاوي ان قاب لها جلباب اي كو اركان فاسقين تي وكا عربي كيرين حد ديرنا فاسقين تي ساسي وعرارا
لكن مرك يدو كتبت خلاص هذا حجاب كي مرك كبحي وملاي بيه كبحي وحوين عدو البا عوني سمركاس عدو البا أي عوني إذا مرك وارن قطر مرك فلا يؤذين أن يعرفنا إلا قرطو سيدا سأودو فلا يؤذين أن لقبين وكان الله الله وحو أهاضي غفورا مدا مطاف بضا رحيما قونا حريص بضا فلا يؤذين مرك فاسقين تمطي بيان إلهي وينايا إلالينايا gabdhaha haddoonaya in ilaahay ilaaliyo way inay xijaabka qaataan jalbaabka qaataan waxa weeyaan qaar badan cabsi waxa weeyaan ayay u dhigaan laakin cabsida horan uga soo abaalmay cabsidu ma banaayro gabadhu inay xijaab gudto ma u banaana cabsiyu ma banaaydo cidurdaarna ilaahay agtiisa kama noqoto marka ayada ilaahay kugu ilaalinayaa ilaahay weena si uu ku xifdiyo waa inaad qaadato wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad